أعرف إنه لازم نتبع تعاليم الدين الحنيف، ولازم طبعا الإنسان يستمع إلى ولي الأمر، عدم تجاهل ولي الأمر، ونسمع لشيوخنا ولأمرائنا وشو حسب ما بيصير يعني. بس إذا واحد بده يتبع جماعة معينة أو جماعة مثلا مسلح ولا كذا، هذا ممكن يعمل مشاكل ويعمل إرهاب. فالواحد دائما لازم يستمع إلى ولي الأمر. أنا بتخيل عالم غير طرف، إن يكون في يعني يكون في سلام بين الأمم، يكون في محبة، يكون في تعرف كيف كان زمان على أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يعيشوا اليهود والمسيحية والمسلمين، كانوا كلهم عايشين في أرض واحدة، في سلام، في تناغم، ما كان في مشاكل، لأنه ما كان في الجاهلية أو التطرف. أنا رسالتي للمتطرفين هي إنه يقروا تعاليم الإسلام الصحيح، يقروا إنه في الإسلام قتل النفس حرام. يعني أنت حرام تروح تقتل ناس آمن، واحد آمن في بيته، في سربه، في عيلته، في مسجد أو في كنيسة أو في معبد، حرام تيجي أنت تقتله. لازم الإنسان يقرأ، يعني أول آية نزلت في القرآن اقرأ تعاليم الدين الصح، اقرأ كيف الإسلام، اقرأ كيف الرسول حث على الجهاد. هل الرسول كان يقول لك إنه روح على جماعة واحد نايم في بيته واقتله؟ ما كان يكون في ديننا، في ديننا ما في منه هذا. لازم يكون في سلام، ويكون في اقرأ تعليم الدين الصحيحة، وإذا عندك شك وعندك كذا شاور، اسأل الشيوخ المصرحين، اسأل الأمراء، اسأل ولاة الأمر شو الصح شو الغلط قبل ما تعمل أي شيء منك عن جاهلية أو تطرف يعني.